اوكي، السلام عليكم. فهلا اليوم هذا درسنا راح يكون الدرس 20، وكمان هو درس جرامر. ودرس 20 هو تتمة للحكي اللي كنا عم نحكيه على past tense اللي هو الفعل الماضي. نحن قلنا من اول انه بالافعال النظامية الفعل بنستعمل الفاعل نفسه. الفعل اذا كان نظامي بنحط ايدي او دي على حسب الفعل، أو إذا كان مو نظامي بنستعمل الصيغة الماضية للفعل ومنكمل الجملة. في نقطة بننتبه عليها، إنه لا تنسوا وقت بتكون الفعل الحاضر، تتذكروا إنه بماضي الفعل الحاضر إذا كنا عم نستعمل صيغة الغائب المفرد اللي هي شي أو هي أو إت، بنحط بآخر الفعل بنحط إس. مثلا هي رانز، شي رانز، عرفتوا كيف؟ هذا الشيء مو موجود بالفعل الماضي. بالفعل الماضي حرف الاس كله مو موجود، ونفس الصيغة مستعملة بغض النظر عن مين الفاعل. فمثلا I ate salad، she ate salad. ما نقول she ate salad، ولا نقول he ate salad، بتضل she ate، he ate، we ate. نفس الصيغة، لاحظوا ما تغيرت، الصيغة الماضية ما تغيرت. إن كان الفعل he أو she أو it أو they أو you أو I، ما بتفرق. نفس الصيغة إن كان نظامي وإن كان غير نظامي. ال s يلي بنستعملها بالفعل الحاضر ما بنستعملها بالماضي أبدا. هاي أول نقطة بهالدرس. النقطة الثانية، إنه كيف نحول الجملة العادية يلي هي بالفعل الماضي، كيف نحولها لصيغة سؤال، وكيف نحولها لصيغة نفي. شو بنعمل؟ مثلا عندنا فعل have، الماضي تبعه had، ما هيك؟ إذا جملة فيها have بنحولها لسؤال أو لصيغة النفي. من أول شيء بنجيب فعل did. did هي الصيغة الماضية لفعل do، ومنحط صيغة الفاعل، بعدين نستعمل الصيغة الحاضر البسيط للفعل ومنكمل الجملة. فهمتوا علي؟ خليني ارجع اذا مرة تانية. مثلا اذا انا بدي اقول I had، يلي هي بالصيغة الماضية، breakfast. انا اكلت breakfast، I had breakfast. إذا بدي صيغة بالماضي، إذا بدي حتى سؤال بالماضي، إذا بدي صيغة عادية بالماضي، جملة عادية حتى بصيغة الماضي، بتصير I had breakfast. فالحاضر I have breakfast، الماضي I had breakfast، ما هيك؟ هلأ كيف I had breakfast نعملها بالسؤال؟ بصير did، بجيب فعل did يلي هي صيغة الماضي تبع do. You أو I have، رجعت الصيغة الأصلية تبع الفعل تبع الحاضر. إمتى صيغة الماضي؟ لأني استعملت did ورجعت الصيغة الأصلية تبع الحاضر وكملت الجملة. فهي صيغة did هي حلت محل الفعل الماضي هاد. فجوابها بيكون No, I did not have breakfast. أو اختصارا No, I didn't have breakfast. أو مو شرط نكمل جملة breakfast كلها، بنقول No, I didn't. بس didn't هي اختصار did not، اختصار did not بصير didn't. لاحظوا كيف حطينا، وصلنا ال N مع did، قمنا ال O حطينا بدالة فاصلة وال T. خليني أعطيكم سؤال، مثال تاني مشان نوضح. عندنا كلمة read يلي هو معناتها يقرأ أو أقرأ، الماضي تبعه read، تنكتب نفس الطريقة بس تنقرأ غير. فالحاضر read، الماضي read، نفس الكتابة بس غير قراءة. فمثلا بقدر أقول أنا أو مثلا they read their homework، ما هيك؟ الصيغة الأصلية they read their homework، الصيغة الماضية they read their homework. كيف هاي بنعمل السؤال؟ بنقول did، جبنا الفعل الماضي تبع فعل do. did they read، رجعنا الصيغة الأصلية تبع الفاعل their homework. ف
فهمتوا علي؟ فكلمة read اللي هي الصيغة الماضية إبناها جبنا بدالها فعل did اللي هي الماضي تبعده ورجعنا الصيغة الأصلية تبع الفعل وكملنا جملة. الجواب بيكون yes they did read their homework أو yes they did ومش شرط نكمل بقية الجملة. مفهومة بقية الجملة؟ مفهومة إنه yes they did وخلاص مش شرط نكملها كلها. سؤال ثالث، عندنا كلمة hear يلي يعني أسمع أو يسمع، الصيغة الماضية تبعها heard. أوكي، هي مخالفة للقاعدة بس نحكي فيها بعدين. heard، لأن لاحظوا ما حطينا إيه. hear الماضي تبعها heard. أوكي، إذا بدنا نستعمل الجملة بالصيغة الأصلية الحاضر المفرد بنقول مثلا she hear noise. هيك الصيغة الماضية بنقول she heard noise. اوكي طيب كيف جملة she heard noise كيف نعملها بصيغة السؤال؟ منجيب did يلي هي الماضي تبع do، منقول did she hear that noise. اوكي رجعنا الصيغة الأصلية للفعل وكملنا جملة نقول did she hear that noise. الجواب no she did not hear that noise أو no she didn't ومو شرط نكمل hear that noise. إن شاء الله تكون الفكرة وصلت، وإذا حدا عنده سؤال يسألني. هلا الوظيفة، بدي إياكم تغيروا لي هدول الجمل، لكل جملة بدكم اسمه تحولوا لي إياهم لصيغة الماضي. انتبهوا بعض الأفعال فيهم S وبعض الأفعال ما فيهم S. اوكي مثلا we wash our clothes هي ما في، هي هذا الفعل ما في S، في بعض الأفعال فيها S. بغض النظر كل هالجمل بدكم بدي اياكم تنقلوا لي اياهم بصيغة الماضي. هذا أول قسم من الوظيفة. القسم الثاني من الوظيفة، عندكم هدول الجمل بدي اياكم change sentences to question. كل واحدة من هدول الجمل بدي اياكم تصيغوا لي اياها بصيغة السؤال. فيعني I traveled to Europe غيروا لي اياها لصيغة سؤال. The bride العروس هي غائب مفرد، looked very pretty هذا looked هي بصيغة الماضي، I traveled بصيغة الماضي، Jason played هي بصيغة الماضي basketball، they drove يلي هي الماضي تبع drive يلي هو يسوق سيارة مثلا، they drove to Atlanta صيغة الماضي هي الحاضر drive. اوكي بتلاقوهم كلهم هذول بالقائمة. جيسيكا works هي شو اسمه فعل غائب مفرد وفي بآخر S، long hours ساعات طويلة. فكل واحدة من هدول الجمل بدي اياكم تغيروا لي اياها لصيغة سؤال. واللي عنده أي استفسار لا تتردد تسألني، والسلام عليكم ورحمة الله.